السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نشوفوا كيفاش نقادوا البيكسل وكيفاش نسيطابيو لي زيفنت وكيفاش نربطوا هذا البيكسل هذا مع الووردبريس. بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالووردبريس، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش انكم تربطوا البيكسل ديالكم مع السطور ديالكم في الووردبريس. بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالبلاتفورم ديال يوكان، ديجا درت لكم واحد الفيديو سابق على كيفاش انكم تربطوا هذا البيكسل هذا مع يوكان. انا نعاود نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون. في حاله ما كنتو كتخدموا بدوتر بلاتفورم، يعني منصات اخرى، وبغيتوني نوريكم كيفاش انكم تربطوا البيكسل مع هاد المنصات هادو، حاول انكم تكتبوا لي في لي كومونتير شنو هما المنصات اللي كتخدموا بهم. فيما يخص يعني البيكسل كيفاش تقادو وكيفاش انكم سيتابيو لي زيفنت، راه كتبقى نفس الحاجه، يعني ما كيتبدل والو. فين كيكون الفرق غير كيفاش انكم تربطوا هاد البيكسل هذا مع كل بلاتفورم، يعني كتختلف كل بلاتفورم البلاتفورم. دونك هادشي كامل ان شاء الله غادي نحاول نشوفوه في هذا الفيديو. لكن قبل، الا كنتي كتفرج في اول مره فمرحبا بك عندي في القناه ديالي، كنشرح فيها كل ما يتعلق بالعمل الربح عبر الانترنت. وهذه فرصه انك تابون عندي في القناه، خلي لي كومونتير اللي عندك شي تساؤل ولا ما فهمتي شي حاجه او لا بغيتيني نتكلم على شي موضوع في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. وكيف ما كنقول لكم ديما دوزوا عندي الانستغرام، لانه تما كنبارطاجي بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال المواضيع اللي ممكن انكم تستافدوا منها. فوالا، بقاو معايا. فوالا، دونك قبل ما نبدا معكم الشرح نبغي نعطيكم واحد التعريف مبسط للبيكسل بالنسبه للناس اللي عاد بادين وما عرفوش شنو هو البيكسل. دونك البيكسل هو واحد الكود كتاخذه من الفيسبوك كتانستاليه في السطور عندك. الدور ديالو انه كيتراكي ولا كيتبع لي زاكسيون ديال الناس عندك في السطور، يعني كيعرف بحال قلتي واحد الكاميرا كتراقب شنو كيديروا الناس عندك في السطور ديالك، يعني كتعرف الناس اللي دخلوا عندك السطور، كتعرف الناس اللي شراو عندك. يعني هذا البيكسل بحال كما قلت لك، يعني كتراقب به التحركات ديال الناس في السطور عندك. دونك غادي نشوفوا كيفاش اننا نقادوه، وغنشوفوا حتى السيت اب ديال لي زيفنت. يعني ملي كنقول لي زيفنت شنو كنقصدوا بهم؟ مثلا كاين واحد ليفنت ديال الفيو كونتنت، يعني شكون هما الناس اللي غير دخلوا وشافوا لي برودوي اللي عندك، هذا كتسمى مثلا الفيو كونتنت. غنقدو مثلا ليفنت ديال بيرتشيز، يعني الناس اللي شراو عندك حتى هما يعني غيتعزلوا في واحد ليفنت نسميوه البيرتشيز. وبهكا يعني هاد لي زيفنت حنا اللي كنقدوهم، ومن بعد يعني ملي كتطلق واحد الكامبين ديالك يعني كتعرف شكون هما الناس كما قلت لك اللي شراو عندك، شكون هما الناس اللي دخلوا عندك للستور وما شراوش، شكون هما الناس اللي داروا اتو كارت. يعني اي اكسيون بغيتي تعرف الناس اللي داروا هاد الاكسيون هذا، راه كتقادو كما قلت لكم في هاد لي زيفنت هادو. هادشي كامل غادي نشوفوه بالديتاي. وفي حاله ما عندكم شي تساؤل ولا ما فهمتوش شي حاجه في هادشي اللي شرحت لكم، حاولوا غير تكتبوا لي في لي كومونتير على اساس يعني نحاول نجاوبكم عليه في لي كومونتير تما، ولا يعني الا كانت شي حاجه اللي تخص انني ندير عليها فيديو اخر راه ماشي مشكل، نحاول ندير عليها فيديو اخر. فوالا، دونك بقاو معايا. دونك اشنو غنديروا؟ دونك اول حاجه غادي نحاولوا نمشيو نقادو البيكسل ديالنا. داكو، دونك كتجيو للبيزنس مانجر ديالكم هو هذا. بطبيعه الحال الا عندكم بزاف ديال لي بيزنس مانجر كيطلعوا لكم هنا. دونك حنا دابا، انا دابا عندي جوج ديال لي بيزنس مانجر، دونك نختار هاد الدي ان. داكو، البيزنس دي ان مزيان. ابخي غتمشيو للداتا، داتا سورسز. داكو، داتا سورسز كما كتشوفوا هنا، وغتهبطوا لهاد الداتا سيتس مزيان، وغتكريو يعني البيكسل ديالكم من هنا. دوك كديرو اد، كتعطيه واحد السميه مثلا بيكسل ووردبريس. فوالا، نديرو كرييت. فوالا، دونك هو البيكسل ديالنا قديناه دابا مزيان. ابخي اش كديرو؟ كتجيو لهاد كونيكتد اسيتس. داكو، كديرو اساين اسيتس، وكتربطو هاد البيكسل هذا بالاداكونت يعني اللي عندكم. حنا دابا مثلا باغيين نربطوه بهاد الاداكونت واحد، يعني باغيين نخدمو في هاد الاداكونت الاولاني، اداكونت ان. دونك كنديرو اد باش يبدا يطلع لكم ملي تبغيو تطلقو الكامبين ديالكم. داكو، نديرو دان. فوالا، دونك من بعد اش كديرو؟ كتمشيو للداشبورد ديالكم في الووردبريس، هي هادي مزيان. دونك غتمشيو لهاد البلوغينز، غتكليكيو عليها، غتجيو غديرو اد نيو بلوغين، ومن بعد غتجيو هنا تكتبو البيكسل. فوالا، دونك كتانستاليو هاد البلوغين، هادي كتسمى ميتا بيكسل فور ووردبريس. داكو، هاهي باي فيسبوك. دونك غديرو انستول ناو، غتانستاليوها، ابخي غديرو اكتيفيت. فوالا، دونك من بعد كتمشيو للبلوغين ديالكم، فين هي؟ هي هادي، كديرو كتكليكيو على السيتينغز. فوالا، دونك من بعد كديرو جيت ستارتد مزيان. من بعد يعني كيقول لك كونيكتي، يعني الوورد بريس غنكونيكتو بالفيسبوك ديالنا. دونك كتدخلو المعلومات ديال الفيسبوك ديالكم. دونك حنا هو الفيسبوك باش غنخدمو هو هذا. دونك كنديرو كونتيني از عمر. فوالا، اللي هو هاد الفيسبوك ديالي هو هذا مزيان. ابخي قالي كونيكت كونيكت فوالا وورد بريس اب تو فيسبوك. دونك كنديرو نيكست. هنا دابا شنو كديروا؟ كيعطيوكم يعني كيقول لك اختار مثلا البيزنس مانجر باش باغي تخدم. حنا مثلا عندنا جوج ديال لي بيزنس مانجر هنا، دونك غنختاروا الاولاني دي ان باش نخدموا. صافي، هو فين قدينا داك البيكسل الى عقلتو؟ داكو، دونك قدينا في دي ان،
خدينا في هذا البيزنس دي ان مزيان، حيت يقدر يكون عندكم جوج ولا ثلاثه ولا بزاف مزيان. ابخي غنديروا نيكست. هنا كيقول لك اختار الباج باش باغي تخدم، دونك غنديروا نختاروا هذه الباج هذه. كتختاروا لي باج. هنا كيقول لك واش باغي تكونيكتي بالانستغرام، دونك في حاله ما عندكش بغيت تاجوتي شي بروفايل في الانستغرام راه كدير اد بروفايل، سينو راه كدير سكيب كونيكتين تو انستغرام داكور، دونك كتخليها كتكوشي على هذه وابخي كدير نيكست. هنا كيطلع لك لي زاد اكونت اللي عندك في داك البي ام، دونك بويسكو حنا البيكسل ديالنا يعني ربطناه بهاد الاد اكونت الاولاني اللي عقلتوها هو صافي، البيكسل ديالنا ربطناه بهاد الاد اكونت 1. دونك اشنو غنديروا؟ غنختاروا اد اكونت 1 هو هذا، حيت يقدر يكون عندكم ثاني بزاف مزيان. نديروا نيكست. فوالا هنا كيطلع لك لي بيكسل اللي عندك. حنا داك البيكسل اللي عاد قدينا هو هذا بيكسل ووردبريس سميناه دبليو في بي مزيان، دونك غنختاروا هذا البيكسل هذا. ابخي غنديروا نيكست. فوالا من بعد اش غديروا؟ حاولوا تاكتيفيو هذه اوتوماتيك ادفانسد ماتشين، دونك اكتيفوها. ابخي كديروا كونتيني. فوالا ابخي كديروا نيكست. فوالا دونك ابخي غنكليكو على دان. دونك نرجعوا لهذا الداشبورد ديالنا هي هذيك. فوالا دونك من بعد كتكوشي هنا. ابخي كدير كونفيرم. فوالا دونك حنا دابا شنو درنا؟ قادين البيكسل ديالنا مزيان، ربطناه مع الووردبريس. دابا شنو غنديروا؟ بقات لنا تخوا زاميطاب اللي هي غنمشيو نقادو السيتاب ديال لي زيفنت مزيان. دونك اشنو غنديروا؟ غنرجعوا للبيكسل ديالنا، البيزنس مانجر ديالنا هو هذا. دونك البيكسل باش خدامين هو هذا كيفما كتشوف معايا هنا. غنكليكيو على اوبن ان ايفنت مانجر. ابخي اش كديروا؟ كتجيو لهاد السيتينغز. فوالا بطبيعة الحال راه كتختاروا البيكسل باش تخدموا هو هذا، حيت ممكن يكون عندكم بزاف البيكسل ديالنا هو هذا. دونك كتهبطوا لتحت. فوالا دونك كتكليكيو على هاد اوبن ايفنت سيتاب تول داكور، هي هادي ايفنت سيتاب كيفما كتشوف معنا كتكليكيو عليها. ابخي هنا كيقول لك دخل ليا اليو ار ال ديال الويب سايت ديالك، يعني ديال الموقع الالكتروني ولا المتجر الالكتروني ديالك. فوالا دونك الصور ديالنا حنا هو هذا مزيان. دونك بالنسبه لهاد الصوره ديجا يعني درت لكم واحد الفيديو اللي المده ديالو اكثر من 3 سوايع، يعني شرحت فيه كيفاش يعني تقادو بحال هاد الصوره. هذا نيت هو نيت هاد السطونيت اللي قاديت من الاول حتى الاخر، راه فيه تقريبا اكثر من 3 سوايع كيفما قلت لكم. في حاله ما يعني باغي تعلموا كيفاش انكم تقادو هذا الشيء في الووردبريس، في حال ما باغي تعلموا يعني كيفاش انكم تقادو هذه السطور هذو لا بصفه عامه يعني مواقع الكترونيه، راه نخلي لكم يعني اللين ديال هذا الفيديو هذا في الديسكريبشن، حاولوا تفرجوا فيه لانه شرحت فيه بالديتاي من الاول حتى الاخر كيفاش انك تقاد واحد السطور بواحد الطريقه اللي هي احترافيه كما كتشوفوا معايا داكور. المهم انا نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبشن. دونك اشنو غنديروا؟ قلنا ناخذوا اللين ديال السطور ديالنا هو هذا مزيان. فوالا الكوليو هنا. ابخي نديرو اوبن ويب سايت. ها هو دابا يعني طلعوا لينا هذا السيت اب ديال لي زيفنت، غنقادوه من هنا. اش كديروا؟ كديروا تراك اي يو ار ال داكور. هنا دابا كتختاروا، هنا دابا شنو غنديروا في هذه المرحله؟ في هذه المرحله دابا يعني غنحاولوا نقادو هذا لي زيفنت، بمعنى لانه كيف ما قلت لكم البيكسل يعني كيراقب يعني لي زاكسيون ديال الناس في السطور. يعني حنا دابا بحال قلتو غنعطيو للفيسبوك اشنو هما لي زيفنت اللي بغينا نتراكيو بهم هاد 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 البيكسل هذا. بمعنى يعني مثلا بغينا نعرفوا الناس اللي دخلوا للسطور عندنا اللي غير شافوا هاد الكونتنت اللي عندنا في السطور ما شراوش. المهم اي واحد دخل عندنا السطور بغينا نعرفوا شكون هاد الناس هادو. دونك اشنو غنديروا؟ غنجيو هاد سيليكت ايفنت ان ايفنت داكور. حنا مثلا هاد لاكسيون هادي ولا هاد الايفنت هذا غنسميوه فين هي فين هي فين هي فين هي فوالا فيو كونتنت. يعني اي واحد دخل عندنا السطور وشاف اي حاجه في عندنا في السطور راه ندخلوه في هاد الايفنت هذا ديال فيو كونتنت مزيان. فوالا دابا كيقول لك يعني يعطيني اللين باش غيعرف هاد الايفنت هذا. يعني باش حنا دابا كما قلت لكم حنا كنعطيو للفيسبوك يعني نحددوا ليه اشنو كنقصدوا بالفيو كونتنت. بمعنى اي واحد دخل عندنا السطور يعني مثلا باش تفهموا مثلا كليكيو على شي برودكت هنا، يعني اي واحد دخل شي برودوي عندنا في السطور داكو كيف ما بيكون هذا البرودوي هذا غنسميوه هذا الايفنت ديال الفيو كونتنت مزيان. دونك اشنو غنديروا؟ غنحاولوا يعني كليكيو على التراك يو ار ال. غنسيليكسيونيو هنا هذا الايفنت هذا، دونك غنختاروا الايفنت ديال الفيو كونتنت فين هو هذا مزيان. من بعد يعني غنحاولوا نبدو هذا اليو ار ال هذا. دونك غنجيو نحيدوا هاد 22 هذا، لانه حنا دابا في السطور عندنا يكون عندنا بزاف ديال لي برودوي، يعني حيت ديك داك اللين اللي كان عندنا في الاول خاص بهاد الباج هادي دابا اللي عندي ديال هاد البرودوي هذا كيفما كتشوفوا معايا. حنا لا بغينا اي واحد دخل لاي برودوي كيفما بغى يكون عندنا في السطور يعني غنصنفوه في هاد الايفنت هذا ديال الفيو كونتنت مزيان. دونك ابخي غنديرو كونفيرم.
مزيان ها هو الايفنت الاولاني قادين. ابخي شنو غنديروا؟ نحاولوا مثلا نديروا اتو كارت باي اكزومبل. دونك نختاروا مثلا شي برودوي تان ناخذوا هذا البرودوي هذا ناخذوا الكولور نختاروا حتى هو غنديروا اتو كارت. حيت كاينين الناس دابا اش كيديروا؟ كيدخلوا للسطول عندك كيديروا اتو كارت ولكن من بعد يعني كيشيو واش مازال. حنا بغينا مثلا نعرفوا هاد الناس هادو حتى هما نعزلوهم في واحد ليفنت داكو. ندير اتو كارت فوالا ها هي دابا يعني ليفنت ديالنا هو هذا. دابا نفس الحاجه اش غنديروا ثاني؟ غنديروا تراك ايو غيل. دونك غنختاروا ليفنت يعني غنسميوه اتو كارت. ها هو اتو كارت يعني اي واحد دخل عندنا الصور اتو كارت لشي برودوي راه كتلوحوا لهاد الباج هادي مزيان. دونك غندخلوه في هاد ليفنت هذا ديال اتو كارت. ها هو اللين ديالو كيف ما كتشوفوا معانا هيا شو يعني اللين ديال الصور ديالي هو هذا سلاش كارت. يعني اي واحد كيف ما قلت لكم دخل لهاد الباج هادي ديال اتو كارت راه غيتصنف في هاد ليفنت يعني غيطلع عندي بلي راه دار اتو كارت مزيان. ابخي غنديرو تاني كونفيرم فوالا. دابا بغينا يعني مثلا نصنفو تاني الناس اللي دخلوا لديك الباج ديال تشيك اوت فاش كيعمروا المعلومات ديالهم. مثلا حنا ندخلوا لهاد اتو كارت هادي دونك غنكليكيو على تشيك اوت فوالا. دونك هادي دابا الباج ديال فاش كيدخلوا الناس يعني كيعمروا المعلومات ديالهم. يعني الا بغيت نعرف تاني الناس اللي دخلوا لهاد الباج هادي راه ممكن نختار تاني هاد ليفنت. نفس الحاجه غنديروا تاني تراك اي يو غيل ونختار داك ليفنت فين هو تشيك اوت تشيك اوت تشيك اوت تشيك اوت غتكون هنا في التحت فين هي تشيك اوت. اي داكور هو داك ليفنت ديال تشيك اوت. ونفس الحاجه يعني اليو غيل ديالو هو هذا. يعني اي واحد دخل لهاد الباج هادي ديال تشيك اوت فاش كيعمر المعلومات ديالو راه غيتصنف في هاد ليفنت هذا ديال تشيك اوت. نتوما بطبيعه الحال يمكن لكم تختاروا اي ايفنت. راه كاين بزاف ديال لي زيفنت هنا. كاين اتو كارت كاين تشيك اوت كاين ليد كاين بيرتشيز كاين اد بيمنت انفو كاين اتو ويش ليست كومبليت ريجستريشن كونتاكت. يعني اي واحد دار شي اكسيون عندكم في السطور بغيتو تصنفوه يعني بغيتو تعرفوا هاد الناس هادو راه بطبيعه الحال راه كتختاروا لهم ليفنت ديالهم كتقدمهم بحال هكا وراه كيطلع عندكم في البيكسل مزيان. فوالا دونك نديرو كونفيرم فوالا. وبقات لينا واحد الحاجه مهمه اللي هي ديال بيرشيز يعني الناس اللي شراو عندنا. دونك اش غنديرو؟ مثلا نديرو شي ادريس ايميل هنا يعني نعمرو المعلومات ديالنا ندوزو الاوردر ديالنا فوالا. دونك حنا دابا الاوردر ديالنا دوزناها اولا الطلبيه ديالنا وكتطلع لنا هاد الباج هذه كتسمى تانكيو بيج. يعني ملي كتعمر المعلومات ديالك كتطلع لكم هاد الباج ديال تانكيو بيج. دابا بغينا يعني هاد الناس دابا نعتبرهم بحال الا يعني نعتبروا هاد الناس دابا اللي دخلوا المعلومات ديالهم نعتبرهم يعني نسميو ليد ولا بوتشيز داكو. يعني باش نعرفوا غير الناس اللي شراو من عندنا. حنا دابا نعتبرهم بلي راهم شراو ولكن كيف ما قلت لكم في السعودي يعني ماشي بالضروره انه يعمر المعلومات ديالو راه يعني غيشري عندك فراه كيبقى مثلا يعني كيبقى مازال الكونفيرماسيون كتبقى ليفريزون حتى هي داكشي. لكن حنا على العموم حنا نعتبروها كما قلت لكم بيرشيز. دونك اش غنديروا ثاني؟ غنديروا تراك اي يو غيل. دونك نختاروا ليفنت ديالنا فين هو ليفنت نسميوه مثلا هذا ليفنت هذا نسميه بيرشيز داكو. بالنسبه ليو غيل نقادوه ثاني باش دونك نحاولوا نحيدوا هذا اللين هذا ديال هذا الاوردر. انه هذا اللين دابا خاص بهذا الاوردر هذه. حنا بطبيعه الحال يعني بغينا اي واحد دوز الاوردر ديالو يعني نصنفوه في هذا ليفنت ديال بيرشيز. دونك نحاولوا نحيدوا هذا الرابط هذا فوالا. دونك من بعد اش غنديروا؟ غنديروا كونفيرم فوالا. دونك دابا هما لي زيفنت ديالنا قديناهم كيف ما قلت لكم نتوما راه ممكن تقدوا يعني اي ايفنت. انا وريتكم الطريقه دابا كيفاش كتقدوهم. حنا دابا قدينا اربعه قدينا ديال اتو كارت يعني اي واحد دار اضيف الى السله راه غيتراكي هذا البيكسل ديالنا ونعرفوه باللي راه دار اتو كارت. كاين ليفنت الاخر اللي هو ديال تشيك اوت. كاين ليفنت ثوازيام ايفنت هو البيرتشيز. وكاين الاخر ديال الفيو كونتنت مزيان. دونك اربعه ديال لي زيفنت اللي قديناها فوالا. فوالا دونك ابخي اش كديروا فينيش سيت اب مزيان. دونك نديرو فينيش فوالا. دونك باغ اكزومبل اختارو يس. دونك هادشي ماشي مهم سابميت فوالا دان فوالا. دونك ترجعو دابا لهذا البيكسل ديالكم فوالا. دونك مازال ما طلع لنا والو هنا. دونك نحاولو ندخلو للسطول عندنا نديرو فيه شي اكسيون مزيان. دونك هو هذا نحاولو نديرو شي اكسيون يعني كيفما بغيكون. مثلا ندخلو لهذا البرودوي هذا اكزومبل نديرو اتو كارت يعني دخلوا باش يتاكتيف عليكم البيكسل. حاولوا ديروا شي اكسيون عندكم في السطور فوالا. تشيك اوت بيج مثلا فوالا. دونك نرجعوا دابا
فوالا دونك هو البيكسل ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا دابا راه خدام، هو طلع لينا يعني لي زيفنت اللي درنا ديك الساعه في السطور، هو الفيو كونتنت باج فيو اد تو كارت داكور. يعني البيكسل ديالنا هو دابا خدام كيف ما كتشوفوا معانا، راه كيطلع لينا هاد لي زيفنت هادو. الا بغيتو تزيدو تاكدوا غاتيلشارجيو واحد ليكستونسيون داكور كتسمى ميتا بيكسل. فوالا هاد هي هاد داكور فوالا. دونك كديرو اجوتي او جوجل ا جوجل كروم، كديرو اجوتي ليكستونسيون فوالا. دونك هاي تاجوتات دابا نحاول ندير لايف بينغلي هنا، هي هادي مزيان. دونك باش نشوف واش خدامه ولا لا فوالا. دونك كيفما كتشوفو معايا كطلع عليا بلي هاو داكور بلي هاد البيكسل هذا خدام. هذا دابا بيج فيو، مثلا ندخل شي برودكت نختار هاد البرودوي هذا مزيان. يعني دخل دابا البرودوي نشوف واش غيتراكي ليا هاد ليفنت هذا. دونك الا دخلنا ثاني للبيكسل ديالنا هو هذا، هو شتوه فيو كونتنت. مثلا نديرو ثاني اد تو كارت، اد تو كارت اكزومبل تشيك اوت. يعني دخلنا للباج فاش كنعمرو المعلومات ديالنا، دونك خاص نورمالمون يتراكي لنا ثاني هاد ليفنت. شنو سميناه؟ سميناه تشيك اوت ياك. دونك غندخلو ثاني للبيكسل ديالنا هاو كيف ما كتشوفوا معايا تشيك اوت، بمعنى يعني البيكسل ديالنا خدام. راه كيف ما قلت لكم ديجا راه كيطلع لكم في الفيسبوك، لكن في حاله ما يعني ما باش لكم هنا، يمكن لكم باش تزيدوا تاكدوا حاولوا تيليشارجيو هذه الاكستنسيون هذه، وراه كتشوف بها ولا كتفيريفي بها باللي واش البيكسل ديالك خدام او لا لا. فوالا دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى انه هادشي يكون مفهوم واضح. في حاله ما عندكم شي تساؤل او لا ما فهمتوش شي حاجه حاولوا تخليوا ليا في الكومونتير في التحت. فوالا على امل اللقاء بكم في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.